وفي الرياضة، في طير الجولة 31 من المحترف الأول، تمكن فريق مولودية وهران من تحقيق فوز عريض على رائد البطولة وفاق ستيف برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الشهيد أحمد زبانة. هذا وتقاسم شباب بلوزداد الريادة مع الوفاق بعد انتصار أبناء العقيبة على جمعية شلف بهدفين لهدف. نظن الفريق ده يلقى الملعب معالم التوعة، وهذه النتيجة راح تحفزنا وتخلينا إن شاء الله نكملوا باقي المشوار إن شاء الله بأرتاحية ومعنويات مرتفعة إن شاء الله. الحمد لله يا ربي، ونوفقنا ربي وربحنا بنتيجة عريضة على الفريق اللي راه من كلاس الأول في البطولة. الحمد لله، نظن خدمنا في لاسومان، بريبارينا مليح للماتش، وهذا النتائج، هذه النتيجه اللي خدمنا في السير لا سيمان ان شاء الله، والحمد لله يا ربي ان شاء الله وفقنا في الباركور الجاي ان شاء الله. اليوم اللاعبين اكدوا على شخصيتهم، اكدوا على شخصيه مولوديه وهران. هذا الموسم مولوديه تحتاج يعني تستحق نتيجه، يعني تستحق يعني على الاقل شيء التنافس على البوديوم بالنظر للمرض المقدم منذ بدايه الموسم، ماشي يعني من اليوم. الهزيمه غير متوقعه بالنسبه للسكور، ولكن بالنسبه للمقابله كنا نعرفوها صعيبه، خاصه معناها نظرا للغيابات الكبيره اللي كانت عندها موجوده. تعرف اللي تقريبا وسط ميدان كله مش موجود اليوم، حتى الكونسنتراسيون ما كانش كما يلزم. شفنا حتى الاهداف، زوج الاهداف الاولانيين كانوا على اثر هفوات معناها فرديه.